لقينا انه السيد هذه القطعه هذه اللي فيها حوالي 3 هكتار وبعض الارات لقيناها محطوطه باسمه، مسجله باسمه وحده منفردا. وزيد على هذا كاينه قطعه اخرى راحين تشوفوها هنا عندكم، يعني الغريب في الامر، الغريب في الامر هذه القطعه ايضا فيها حوالي 3 هكتارات ايضا تابعه للارض تاعكم، تابعه للارض تاعنا. لا عندنا العقود تاعو، احنا عندنا العقود. ما واش يوجد فيها؟ واش يوجد فيها؟ يوجد فيها قبر عمي شهيد مازال موجود حتى يومنا هذا، استشهد في عام 1957. واش صرا له القبر؟ القبر راهو مازال ثم. يعني أيعقل أيعقل انه انسان توفى شهيد استشهد مدفون في ارضه يدفن اليوم بعد 60 سنه استقلال، يجد نفسه ابناؤه يجدون انفسهم يا ابنائها ان اباهم مدفون في ارض ليست ملكه، مدفون في ارض ليست ملكه، في ارض ليست ملكه، ليست ملك له، هي ملكه، ملك له.